حاجه كانت واضحه لينا جميعا الفترات الماضيه، يعني علاقه الزمالك بالاهلي زي ما انت كنت لسه بتتكلم يا استاذ حسن دلوقتي، انه الزمالك والاهلي دايما بيتحطوا جنب بعض، الاسمين بيتحطوا جنب بعض، بس العلاقه على مدار سنوات ماضيه بعدت قوي. الاهلي ما بيحبش الزمالك والزمالك ما بيحبش الاهلي، بتكلم على مستوى الادارات وبالتالي على مستوى الجماهير، انه الجماهير كمان بقت في مناوشات كثيره جدا. زي العلاقه دي ترجع تاني طبيعيه ومنطقيه، فيها تنافس بس فيها احترام. بص، اي شيء بتفسده خلافات او اساءات، وخصوصا لما تستمر سنين، بتبقى عايزه وقت وسنين للمعالجه. بس ربما من حسن حظ الانسانيه والبشر ان مسح الاساءات بيبقى اسرع من زرعها. يعني تأثير تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للكابتن حسين لبيب بفوزه بالانتخابات هو والقائمة بتاعته مجرد تهنئة، لكن رد الفعل على هذه التهنئة البسيطة مسح جزء كبير من شريط الإساءات. شوف إزاي بسرعة تم تهنئة. أمال بقى لو لعبت الأهلي والزمالك واحد منهم كسب التاني سلموا على بعض، او واحد منهم اخذ بطوله الدوري وصادف انه الماتش هيبقى مع فريق ده او مع الفريق ده، فعمل له ممر شرفي واحده مع واحده اتخانقوا في الملعب وتنافسوا بشراسه، لانك انت عايز تبقى بطل وهو عايز يبقى بطل، طبعًا ده حقك طبعا. لكن في النهايه لازم تحترم البطل وتحترم انتصاره، لانك انت ممكن تبقى منتصر المره الجايه. صحيح. خليه يحترمك هو كمان. صحيح. انا دي قيم الرياضه. صحيح. لكن الخناقه وتشويه الانتصار والاساءات، ده سيبك من الاساءات، لكن تشويه الانتصارات، مش عايز اتكلم على الاساءات لانها يعني مش محل من مش حاجه مش هينفع حتى احللها، لكن يعني. كمان خلينا في الرياضه، مش معقول ابدا تروح طالع تقول اصل الحكم، اصل الفرقه ضعيفه، الاهلي ياخد بطوله افريقيا مثلا يعني، فيطلع حد من جمهور الزمالك يقول لك اصل الفرقه اللي لعبها ضعيفه مش عارف. لا، يعني ده لازم يتغير. هيتغير، هتلاقي التحفيل بقى والهزار والتريقه دي موجوده، ولازم تبقى موجوده في العالم كله. زمان كانت بتتعمل زمان قوي كانت بتتعمل بطرق تانية. انت تعرف ان يعني انا حتى لما اشتغلت بقى كنت بس بلاقي منشورات بتتوزع. لسه هقول لك والله. البقاء لله. انا عشتها. طبعا انت عشتها وانا عشتها. ومش عارف مين ضرب العدو ومش عارف ايه، وتلاقي منشور كده مكتوب. منشورات بتتوزع في الشوارع. ونروح نصورها كانت واحنا صغيرين. ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا حاجه من دي يعني. طبعا طبعا. البقاء لله مش عارف مين. وتلاقي في القهوه لازقينها كده بلزقه ومحطوطه، والناس تخش تضحك وتهزر ومفيش مشاكل. والناس تضحك وتهزر وكلام من ده يعني. فالتحفيل والهزار ده ماشي، لكن الاساءات لا. دي مش رياضة اللي هو عادي يعني. طيب،